ولنا الآخرة، حين قال له كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج. فلذلك هذه الشهوة أيها الإخوة الخطيرة التي استعلت في زماننا أيضا، يزهدك فيها أنها ليست بملذة بل هي عذاب. انظر إلى نساء الآخرة اللاتي وعدت بهن كأنهن الياقوت والمرجان. انظر تترك ماذا لماذا؟ ثم الأخيرة هفوة. شيخ لو تأذن لي ندع الهفوة للفقرة التي تليها. لحظة، دنيا غفلة شهوة تؤدي إلى هفوة. الإشكال في هذه إنني سميتها هفوة أن الإنسان يعتبرها صغيرة وهي عند الله كبيرة. إذا أردت أن تعرف عظم ذنبك فانظر في حق من أذنبت. وأنا أثني أيضا على كلام الشيخ حسين يعقوب أن ما من شهوة يتركها الإنسان لله عز وجل إلا يعوضه الله عز وجل خيرا منها. يكفي انشراح الصدر، يكفي طمأنينة القلب، يكفي السعادة الحقيقية. يعني إبراهيم بن أدهم رجل فقير في بغداد، طعامه في اليوم والليلة كله كسرة خبز. اليوم ثلاجاتنا كل ما لذ وطاب، بوفيهات، مطاعم، كل شيء. يلبس الصوف ما عنده إلا قطعة واحدة. كان يلهو مع أصحابه وهو العابد الزاهد، يلهو مع أصحابه عند نهر دجلة فوضع الخبز اليابس في النهر علشان يلين ويأكله. شوف لأي درجة من الفقر والجوع ما عنده شيء من الدنيا. لا أريد أن نحصر الشهوة في شهوة النساء وشهوة الفرج، وإنما الشهوات كما عددها ربنا جل جلاله، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره. فالشهوة، حتى أن هناك في زماننا شهوة هي الأخطر. وأنا أقول أن لكل زمان معبوداته، فتجد يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون اللات والعزى وهبل، ثم لكل زمن من معبودات هذا الزمان الشهوة. هذه الشهوة قد تكون شهوة حظ النفس، أن يعبد الإنسان نفسه، الأنية الشاخصة، أن يعبد الإنسان ذاته، أن يخدم الإنسان نفسه، أن يرى فقط عبادة جسمه وشهرته ومكانته بين الناس. أنا ودي الشيخ أيضا يكمل في هذا الباب، لأنه هي فتنة هذه الأيام. الشاب ودك اليوم يكمل ولا تتركه ما يكمل. عندي وقت أسوي شيخ، المخرج قاعد يقول لي لازم الفاصل، فاصل ونرجع لكم. أنا أعتذر جديد طبعا للأخوة للحضور الكرام، ونحن الآن على الهواء أذكر أن بعد الفقرة هذه الأخيرة سوف يكون هناك سحب على الجوائز، وبالأرقام التذاكر الموجودة عندكم. والجائزة الأولى هي ليلة في فندق الراعي لهذا المهرجان الديني، فندق ريجنسي الذي راعى البرامج الدينية في هذه الليالي. فندق ريجنسي مخصص الجائزة الأولى الليلة إقامة مجانية في الفندق، والفندق الآن بعد التجديد من أروع الفنادق صار ليلة مجانية لشخصين. يعني اللي حصل على الجائزة إذا امرأة مع زوجها، وإذا رجل مع زوجته، وإذا واحد مو متزوج أمه مع أمه، أو يعطي حق أمه أبوه، أمه يعطي مع أمه، يطلع مع أمه. الشيخين يطلبون أنه يطلع مع أمه راح تقول وليدي قعدت معه في البيت، خلي يطلع مع أبوك أحسن لنا، عمرنا ما طلعنا. الشيخ محمد حسين يعقوب، عشان ما تزعل علي بعد الليلة، شيخنا كمل حديثك اللي كنت بدأت فيه وشديتنا فيه، تفضل. بس شيخ هذه آخر فقرة وراح يكون نصها بينك وبين الدكتور محمد راتب. أنا كنت بتكلم في إيه؟ دخلت في الشهوات وبالهفوة شيخ، آخر شيء كنت تتكلم. الهفوة إخوتي، إن أخطر شيء في هذه المعاصي أن تستصغرها وتحتقرها. إخوتي الوقت ضيق جدا، وأنا يعني الحمد لله رب العالمين، الشاهد أن من المعاصي معاصي قلوب ومعاصي جوارح، ومعاصي القلوب هي الأخطر بلا شك. معاصي القلوب هي الأخطر، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق.
هذه معاصي الجوارح، الزنا والسرقة. وقال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. اللهم احفظ قلوبنا. خطر، معاصي القلوب خطر، ذرة كبر تمنع دخول الجنة، والزنا وسرقة لا تمنع دخول الجنة إذا صح التوحيد. ولذلك أقول أن التوحيد هو علاج كل هذه الأمراض، أن تشهد أن لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبك. لا إله إلا الله أحرق لسيئات الموحدين من الشرك لحسنات المشركين. هذا التوحيد يحرق السيئات ويمحوها ويطهر القلوب. تعلق القلب بالله أيها الإخوة، تعلق القلب بالله إذا امتلأ هذا القلب، كلما امتلأ من إرادة وهم، من هم وإرادة وحب، طرد هما وإرادة وحبا. لذلك أقول أنك إذا امتلأ قلبك بالتوحيد طرد كل شيء سوى هذه الهفوات. هفوات، هفوات، معاصي صغيرة قد تسميها تافهة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، من الكبائر. لذلك كلما هان الذنب عندك كلما عظم عند الله، وكلما عظم الذنب عندك هان عند الله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الله يحب أن يغفر، يحب أن يعفو، يحب أن يرحم، يحب أن يعطي، الله جل جلاله. ولكن قال سبحانه وتعالى أنه لا يضع الأمر إلا عند من يستحقه. قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الرحمة واسعة، نعم واسعة جدا، وسعت السماوات والأرض وما بينهما، ولكن لمن؟ فلذلك هذه الهفوة علاجها سرعة التوبة، سرعة الأوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. الذين إذا مسهم طائف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا هم سريع الفيئة، سريع العودة. وثمة فرق بين من يخطئ وبين من يتعمد، بين من يؤوب ويتوب وبين من يصر ويستمر. ثمة فرق بين من يقع في خطأ غير مقصود وبين من يمكر للمعصية. أختم بهذه. في واحد عنده ذنبين ثلاثة كل يوم بيتكعبل فيهم، يبص على واحدة وهو ماشي، دخل يشتري شيء شاف صورة إلى آخره، قاعد على النت بيعمل مصلحة وقعت أمامه صورة. هذا يخطئ بخلاف من برمج تلفزيونه على قنوات محرمة، قنوات الزنا والفجور. فرق بين رجل وقعت عينه عرضا فقال أستغفر الله وتألم، وبين من يجلس لينتظر الوقت الذي يرى فيه الحرام. لمن برمج كمبيوتره أو حفظ على هاردسكه هذه القذارات والقاذورات والمحرمات يفعلها ويعاودها مرة بعد مرة. فرق. قال الملك جل جلاله أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. مكروا السيئات تختلف عن الذين فعلوا السيئات، الذين ارتكبوا السيئات، الذين وقعوا في السيئات يختلفون عن الذين يمكرون السيئات. أحبكم في الله وأسأل الله أن يتوب علي وعليكم. طبعا شكرا جزيلا للشيخ محمد حسين يعقوب، ونعتذر على التقطيعات التي صارت.